سي نور الدين حطيتي واحد السؤال ولكن غنبدا لك من الاول. كيف كتعرف في الدار البيضاء كانوا من قبل 4 فروق في القسم الوطني الاول، منهم الوداد، الرجاء، النسيم سيدي مؤمن وعين حروده. من بعد نقارضوا ما بقى حتى فرقه في القسم الوطني الاول. علاش؟ لانه بحال وقعت ليميغراسيون ديال البنات، اللاعبات ديال الدار البيضاء كلهم خرجوا الفروق، الجيش، العيون، خنيفرة، قيد مصالح، دونك مشاو. علاش؟ حيت الفروق ديال الدار البيضاء ما عند ما بقاتش لهم داك القوة الفينونسيير، ما كيناش، حيت المجلس المدينة ما كيعاونهمش. رغم دوك الفروق الاخرين اللي خارجين بحال الاقاليم تيعطيو فلوس، مجلس الجهات كيعطيو في الدار البيضاء كناخذوا والو، دونك الدريات اضطروا يمشيو يقلبوا على روسهم. ولكن النسيم سيدي مومن خدا واحد التحدي باش خصو يعاود يرجع الاعتبار للدار البيضاء باش يعاود يرجع الفريق القسم الوطني الاول. الحمد لله هاد السنه تمكنا باش نطلعوا للقسم الوطني الاول، ودابا الفريق اللي كيمثل الدار البيضاء في القسم الوطني ديال كره القدم النسويه هما نسيم سيدي مؤمن. ونتمنوا تكون التمثيليه ديالنا مشرفه باش نعطيو نعاود نرجعوا الاعتبار لكره القدم النسويه في الدار البيضاء. هذه من جهه. سالتيني على ما هو المحل ديال كرة القدم النسوية في الخريطة المغربية. الحمد لله بالمجهود الكبير ديال السي القجع، فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم النسوية، دار المجهود ديالو كله باش يعاود ويفيق ويديفلوبي كيف ما بغينا، وخرج هذاك الفوتبول في ميناء من ديك لا ليتارجي ديالو اللي هذه 20 عام وهي كتخبط في المشاكل. تخلقات في عام واحد، تخلقات العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية. هذا كان واحد الطلب من العائلة ديال كرة القدم النسوية باش تكون واحد العصبة باش كرة القدم النسوية يقدروا يسيروها الناس ديال كرة القدم النسوية. من بعد 6 شهور من بعد كيعلم الرئيس بأن كرة القدم النسوية لا في القسم الوطني الأول لا في القسم الوطني الثاني غتولي في الاحتراف، غتدخل الاحتراف، وهذا واحد الربح كبير كرة القدم النسوية اللي غادي تحيد كاع داك المشاكل اللي كنا كنتخبطوا في هذه 20 عام غادي تحيد. و كيف ما كي زعما إلا شاف الواحد كيشوف بأن هاد لا بروفينيزاسيون ديال الفوتبول فيمينان سيت ان تخي غون بون اون افون، لأنه اللي غيدخل في التاريخ سوا ماركي ليستواغ نون سولمون تاع تاع الفوتبول فيمينا ماروكا، مي ايغالمون لو فوتبول فيمينا افريكا. لان باش تعلم على الاحتراف ديال القسم الوطني الاول والقسم الوطني الثاني في سنه واحده ما نظنش واش وقعت في شي دوله من غير المغرب. وكيف ما كتعرف راه المغرب بلاد ديال التحدي. دابا هو كنسمعوا بان في الخريطه في ديك لافيدرو ديال الرئيس بان اللاعبات والطاقم التقني والطاقم الطبي هادو كاع لي صالير ديالهم الجامعه اللي غتكلف بهم. هذه من جهه. الجهه الثانيه بان الفرق ديال القسم الوطني الاول والثاني كلهم غياخذوا الحافلات ديال الترونسبور. هذا زعما شي حاجه كبيره. شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا واحد لو كوتي اللي كنا انا شخصيا بعدا كنت كنطالب به من بكري من 2009 باش تكون واحد البطوله ديال الفئات الصغرى. ها هو كتعلم او ميم طون كو لو بروفيسيوناليزم تاع الفوتبول فيمينا باش تولي شامبيون تاع الاو 15 والاو 17. من بعد غادي تطور وغتولي حتى الفوتبول ديال الشامبيون تاع الاوفا. ويمكن راه سمعنا بان الرئيس كيلاح لا على الاولاد لا على البنات، على الفئات الصغرى داك لي يو 15 لي يو 17 لي اوفا
باش تبدا البطوله ديالهم في اقرب وقت. يمكن هو عطى اون دات ديال لو 31 جانفي غادي يكون حتى هما او ميم طون باراليلمون الشامبيون تاع لي سينيور غتكون الشامبيون ديال الفوتبول فيمينه.